بلدان وسط البلد بعراقتها وجمالها بشوارعها القديمة التي جمعت بين الماضي والحاضر. راح نحكي اليوم عن شارع الأمير محمد، هذا الشارع اللي يعد من أقدم شوارع وسط البلد. خلينا نشوف مع بعض ونستكشف إيش الجمالية وإيش هي المعالم اللي جمعت في هذا الشارع. خليكم معنا. طبعا احنا شايفين محلك بشارع الامير محمد. تحكينا اول شيء بدايه تعرفنا عن نفسك وقديش صار لك في هذا الشارع. انا فايز النيرب، انا بوسط البلد اجمالا من سنه السبعين بهذا الشارع من 15 سنه. طب تحكي لي عن الشارع الامير محمد كونه يعد من اقدم الشوارع في وسط البلد. هو شارع الامير محمد يعني يعتبر اطول شوارع العاصمه عمان، لانه بيمتد من البريد للدوار الثالث. يعني شارع الأمير محمد يعني في البريد، في الشركات الكبيرة، في كان معظم المطاعم الكبيرة، شارع تجاري، شارع ترفيهي، شارع سياحي. في الأمانة اهتمت فيه الفترة الأخيرة، سمحت بالوقوف فيه، عملوا الأدراج، عملوا المطاعم، يعني الحمد لله الوضع كويس. يعني هو الشارع يعني يعد يعني شارع سياحي، الأدراج اللي انعملت فيه والدرج اللي هسه بجنبك كيف الإقبال عليه من السياح؟ كيف والله هذا انعمل بمجهود فردي، هذا مش من الأمانة عمله، يعني أصحاب المطاعم اللي عنا هم اللي سووه. يعني زادوا من جماليته، زادوا من جماليته، وصارت العالم تيجي تتصور فيه، حتى صاروا يسموه درج الشماسي يعني. عشان الشمسيات المتواجدة، الشمسيات اللي فيه. طيب شو في بعض المعالم الأخرى؟ يعني البريد من وجد كان موجود بشارع ال، أنا وعيت على الدنيا من سنة السبعين، هو قبل السبعين يعني، بس أنا جيت على السبعين من الشارع وكان موجود البريد. نحن بشارع الأمير محمد، ويعد هذا الشارع من أقدم الشوارع في العاصمة في وسط البلد. لكن عن ميزات هذا الشارع. ميزات هذا الشارع، أول شيء في الفترة الأخيرة تحول لسياحي كويس، يعني صار محضر سياحي، يعني منظر سياحي في شكل عام بوسط البلد. انتشرت المطاعم السياحية والمقاهي فيه، يعني الطابع السياحي على عمان القديمة يعني. أيوة. عرفت علي؟ بشكل منظر منظر جميل يعني. برمضان المطاعم جفرة، 6-7 مطاعم جداد يعني في الشارع، كله شعبي قديم يعني، بيعطي الطراز القديم لوسط عمان. بس هذا هو الأدراج القديمة، هي تاريخ لعمان كلها، عمان كلها أدراج. ما هي سمعنا أصحاب المحال هم اللي قاموا معظمهم. نعم معظمهم هم يعني أمانة، حركة سياحية ممتازة بالشارع، بتجلب السياح والناس يعني لوسط البلد، وسط المدينة. طبعا زي ما شفنا اعزائي المشاهدين، يعني في يعني زوار لهذا الشارع، وفي يعني كثير ناس ترتادوا، وخاصه يعني هو يعد منطقه حيويه في وسط البلد. يعني زي ما احنا شايفين كمان هون يعني في اصحاب المحلات. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. انت بخير محمد. اهلا فيك محمد. شايفين قاعد بشارع الامير محمد، واللي يحكي معك وين؟ في شارع الامير محمد. بالضبط. تحكي لنا عن اجواء شارع الامير محمد، وخاصه بالعيد وقبل العيد، وكيف شايف الحركه فيه؟ الحركه كويسه، وحركه عيد وانبساط وفرحه. الشارع بيش تميز؟ تميز من محلات السديات والمحلات القديمه، الاثار، تراث يعني. بس المعالم اللي يعني تجذب كثير من الناس انه تجي هون شو هي؟ الكوفي شوبات اكثر شيء يعني، والمطاعم زي هيك. الله يعافيك. بخير. كيف حالك حبيبي؟ وش اسمك؟ احمد اللعتوم. والله والنعم. ومنك؟ انت بخير. وانت بخير والصحه والسلامه. من جرش. نعم. لانه انت موجود هون بعمان. انا سكان عمان، صار لنا سكان عمان الوالد الحج 50 سنه. ما شاء الله. وقديش صار لكم بشارع الامير محمد؟ صار لنا فتره. شارع الامير محمد من وين يرتبط لوين؟ من الاشاره هاي
لجبل عمان. يعني شارع البريد. ايوه لجبل عمان. طب تشوف انه شارع الامير محمد يتميز باشياء عن شوارع عمان الثانيه مثل شارع الملك فيصل شارع وكلهم قديمه يعني، لكن يتميز بشيء خاصيه معينه؟ في عندك الكافيهات واثار ايوه والمباني القديمه ودرج المظليات. طبعا زي ما احنا شايفين الديكورات للكافيهات والمطاعم القديمه يعني احدثوا يعني الطراز القديم لجلب اكثر عدد من السياح ويعني المواطنين اللي يعني يحبوا الماضي. يعني زي ما احنا شايفين اقرب مثال هو كافي جفره، يعني عد من الكافيهات اللي بتدل على الطراز القديم. خليكم معنا لسه مطولين. أدراج عمان القديمة. أوكي. هاي الأدراج عمرها أكثر من 60 سنة. أيوة. هاي تاريخ عمان ومركز عمان. بالنسبة لي هي أماكن أنا أعرفها وارتادها من زمان وأحبها أكثر من عمان الغربية، فبتحس فيها الحياة وتحس فيها العراقة. أوكي. اللي بتفتقدها المولات الحديثة، لذلك نترددها أكثر عليها. شوف أنها مريحة للنفس يعني. نفسيتها أكثر بتحس فيها رائحة الأجداد. أيوة. ومن رحلوا. احنا في هذا الدرج يجي بشارع الامير محمد. تعرف انه هذا الشارع شارع الامير معروف محمد معروف طبعا يعني. هذا البريد. البريد شو اللي يتميز الشارع هذا اكثر شيء يعني تشوفه انت؟ يعني اللي بقرا تاريخ عمان بحس هذا هو مركز عمان القديمة. اوكي. هو كل الاحداث حصلت هون، هون بتلاقي فيه اقدم مكتبه، اقدم صيدليه، اقدم مطعم. عمان الخمسينات والستينات والأربعينات انطلقت من هون. عمان البركة. عمان البركة. لما كانش في عمان الغربية كانت هاي عمان. طيب شوف لنا شارع الأمير محمد بيش أكثر شيء يتميز يعني؟ والله هسه حاليا في الوقت الحاضر صار يتميز بالكوفي شوبات ومطعم هاشم وأبو زغلة، يعني معروفين بوسط البلد بشارع الأمير محمد. في قدامة بالموضوع، في إشي يدل على التراث، في إشي له طابع قديم. يعني هون المحلات الموجودة هون بس. التجار المحلات بس. شكرا. طبعا المصور سرحان. شكرا. هذا الدرج طول عمري انا بوقع واحنا بال 48 كان يعني يا دوب يطلع الواحد بس تراب. تراب. بعدين الحمد لله زيدنا بناه واعطاه للامانه وبنوه واحد من دار صائر. ايوه. اخو حكي متى؟ أظني بال 55 أو 54 55 انبنى هذا. أيوة. كان مش حجر زي هيك، هذا حجر ذهب قوي. مش زي الحجار هلا حسب البيبنى. المواد الموجودة. التموين هلا هذا قوي حجره. أيوة. الحمد لله ونشكر الله. بعد ما يعني بالثمانينات بالتسعينات كيف هذا سيبني من الثمانينات والتسعينات اسألني من الخمسينات. كنت وانا ولد صغير كنت اشتغل كمان عند مبيض وشريف شارع الامير محمد، اجر العرباي لشارع وادي السير تحت. ما شاء الله عليك. عند الشيخ علي وعند الطباء وعندهم كلهم بدا. طيب. بعدين البريد هذا كنت اكل طين منه. البريد يعني هذا البريد متى تاسس بالضبط؟ البريد هذاك تاسس اظن بال 55 بال 55 بس هذا قديم. رايناك في هذا الشارع، وهذا الشارع يسمى شارع الامير محمد. نعم. هل تعلمي ذلك؟ نعم. هذا الشارع مشهور جدا في وسط البلد. كيف ترين هذا الشارع وما هو الذي لفت انتباهك وارتدادك لهذا الشارع؟ لأن رأيت هذا الصور في فيسبوك. أيوة. وأريد أن أذهب إلى هنا بأم عيني. يعني استمتعتي بزيارتك لهذا الشارع؟ طبعا جميلة جدا. ويعني هل هناك يعني شيء من العراقة القديمة؟ نعم، مثل مدرج والمتحف هنا. وأريد أن أذهب إلى هناك. أنت من أين؟ من الصين. من الصين. نعم. شكرا. المميزات اللي فيه انه يعني شارع قديم. أيوة. في كتير شغلات حلوه
البلد هي حلوه كلش، فيها شغلات قديمه كثير حلوه. يعني انت بتحب هالبلد يعني؟ بحبها كثير والله، حلو ومناطق كثير راقيه ومرتبه وحبيت المناطق قديمه. كثير حلوه. وشو رايك بالدراج ولا روعه عن جد؟ كثير حلو. احنا جايين من الزرقاء طبعا، عجبونا المطاعم كثير هون، وهي منطقه سياحيه ودائما نيجي عليها. بدي لك هيك على شيء قديم. طبعا كل شيء قديم هون وكل شيء موجود فيها. عفوا. طب احنا بهذا الشارع، تعرف ايش اسم الشارع؟ شارع امير محمد. شارع الامير محمد. شو الاشياء الحلوه اللي شفتيها بشارع امير محمد واللي لفتت انتباهك بشارع امير محمد؟ هو اكثر شيء الدرج. درج الشماسي بسموه. الشماسي عشان الشمسيات. هو منظره حلو. والمطاعم القديمه. هو مطعم هاشم اكثر شيء. ويدل هيك يدلك على اصاله قدامه شيء هيك. طبعا يعني منطقه اثريه هي تعتبر. يعني انت باستمرار تزوري هذه المنطقه؟ دائما بمرق من هون. يعطيك العافية. عليك كل عام بخير. أنت والعيلة الله يحفظهم لك. عام بخير والله. بنات أختي وبنت أختي جاي من أمريكا، فنازلين هيك جولة بوسط البلد دائما. في وسط البلد في هذا الشارع، الشارع هذا إيش اسمه إذا كونك دليل سياحي الآن؟ هذا شارع من سنة الأمير. الأمير محمد. صح، شارع الأمير محمد. وأنت تحكي لعائلتك إيش الميزات الحلوة بهذا الشارع؟ طبعا احكي الا ولهم. اولا هذا يعني الشارع من عبق التاريخ، يعني من اقدم الشوارع اللي موجوده في البلد. طبعا كل الناس هلا صارت يعني تنزل للبلد. قبل كل المحلات التجاريه كل اعظمها غادرت وسط البلد وطلعت لبرا، يعني على اساس الازمه وشغله زي هيك. فاحنا اقترحنا على الحكومه انه يعني تمنع السيارات تنزل على البلد، تشوف مثلا في المواقع اللي في العبدلي وينزلوا بالسيرفيس، بس ما وفرت هاي الشغلات هيك. فانا دائما لما انزل على البلد بحس بعبقه التاريخ، بحس في عمان القديمه الموجوده، خاصه انا مجال يعني في مجال السياحه والسفر. لكن الامانه الحقيقه مشكوره انه عملت لوحات ارشاديه تشوف الشوارع كيف اهتمت فيها. فيعني الحقيقه بتشوف الاجانب الموجودين في البلد بحبوا ينزلوا على البلد، وهالقهاوي اللي حولوها القديمه هذه اللي موجوده الامام يعني، فسوت في حركه بوسط البلد هذه وحطت الطابع القديم. اكيد 100%. خليط ما بين الماضي والحاضر وعراقة المستقبل، شارع الأمير محمد المشهور بأدراجه الشماسية التي تميزت منذ العصور، زي ما شفنا آراء كثير من المواطنين وغزلهم بهذا الشارع اللي بيعد من أقدم شوارع عمان واللي انشأ منذ السبعينات. لبرنامج بيت العيلة حازم السردي.